إن هذا الاستحقاق المتمثل في تطوير جامعة الدول العربية، وهو المسار الذي بذل أميننا العام السابق دكتور نبيل العربي مشكورا ومقدرا غاية جهده لتحقيقه، يمثل اليوم رأس أولويات واهتمامات الأمين العام الحالي السيد أحمد أبو فت، ويشكل أحد أبرز أهدافه، حيث استهل عهده من يومه الأول برؤية واضحة وعزيمة صادقة، دافعا بآليات التطوير قدما لتعزيز باتجاه إحداث النقلة النوعية الآتية على المستويين الهيكلي والوظيفي للجامعة، لتعزيز دورها ومكانتها وموقعها في قضايا الأمة وأمنها القومي وصياغة مستقبله. وإن تركتم لي هذه المساحة فلن أصمت لحظة واحدة، لما لهذه القضية من حمل كبير على عاتقنا جميعا كعرب. يا كثر ما شافت عيونه وانجرح، يا كثر ما عانى وشد الصوت ينخر ولكن ما لقى من نخوته غير الكلام ما لنا.